السلام عليكم ورحمة الله. أبدأ بتقديم الشكر لأخي الأستاذ جعفر الشايب وأعضاء منتدى الثلاثاء على ما تفضلوا به علي من حضور ودعوة وتكريم، وقد اعتادوا ذلك كثيرا. سعيد أيضا للعدد الكبير من الأصدقاء والأعزاء والوجوه البارزة التي أراها اليوم في هذا المكان، ولكن اسمحوا لي بإدخال جانب شخصي في الموضوع. أحد الحاضرين له في نفسي مكانة خاصة، تعلمت منه كثيرا وتأثرت به كثيرا، وأنسب إليه الكثير مما أعرف أو مما بدأت أعرف. هذا الشخص الذي كان متواضعا دائما ومعطاء دائما وشجاعا دائما ونشطا دائما، هذا الرجل عبد النبي العكري. مع أني لا أزال صغير السن، لكني أعرفه منذ 39 سنة. وهو طبعا لا زال شابا. الحقيقة أنه من الأشخاص النوادر. كثير من الأشخاص الحاضرين هم أيضا مفاخر، أفتخر بمعرفتهم وأفتخر بمحبتهم والاستفادة منهم، لكن ثمة أشخاص تربطك بهم علاقة روحية متينة وعميقة. الأستاذ أبو منصور عبد النبي، كاتب ومؤلف ومترجم ومناضل، ومن قدام المناضلين في الحقيقة الذين ساعدوا في تغيير وجه المنطقة وفي تغيير تاريخها. مع أننا الآن يعني لا نقرأ كثيرا من هذا التاريخ، لكن هو حقيقة من الأشخاص الذين صنعوا المشهد السياسي الذي نعرفه الآن. في هذه المناسبة أيضا أتذكر أستاذنا الكبير معلمنا المرحوم عبد الرحمن النعيمي، الذي يعرفه بعضكم وربما يجهله البعض الآخر، لكنه أيضا كان من الرجال الذين شاركوا في صنع ما نعرفه اليوم رحمة الله عليه. النقطة الثانية، استفدت كثيرا من الحديث العميق والمفصل لأخي الدكتور حسن، وهو كان دائما من هذا النوع من المفكرين الذين لا يكتفون بملامسة ظاهر الأشياء، سطح الأشياء، يغوصون دائما في العمق. ربما لم تتح فرصة كافية له لكي يتحدث كما أراد، لكننا على أقل التقادير تعرفنا عليه اليوم في جانب. ليسمح لي بالإشارة إلى ملاحظة فقط، ليست عليه ولكن على فهمنا العام. نحن نتحدث عن الثقافة باعتبارها المعرفة الإجمالية التي سأقول تساعدنا على التفكير أو تساعدنا على يعني العلاقة مع يعني فيما بيننا. لذلك مثلا تفضل الدكتور حسن وتفضل أحد الأصدقاء أيضا، فأشار إلى أن المغرب على سبيل المثال لديه مفكرون، لديه يعني أصحاب منتجو معرفة بعدد وافر وعدد عميق، ربما أكثر من الخليج، وأكد الدكتور حسن أنهم أكثر من الشرق. أنا أريد أن أشير إلى الجزء الناقص في المسألة. أظن أن الجانب الأكثر أهمية في المعرفة، أكثر أهمية لأنه ينقصنا، هو معرفة الطبيعة. معرفة الطبيعة يعني ما نحتاجه لمعرفة الطبيعة من علوم نظرية بحتة كالرياضيات وعلوم طبيعية وتجريبية،
إذا يعني لا أريد تخفيف الواقع بالقول أنه شبه مفقود، لا هو مفقود فعليا. يعني نحن لا ننتج أي من هذه العلوم التي نعرفها في العالم، لا نشارك العالم في إنتاج أي من هذه العلوم. ربما ننتج الكثير من الشعر والأدب والرواية، الرواية طبعا أيضا هي من الواردات، لكن حتى العلوم التي أساسها محلي والعلوم التي تعلمناها ونعيد اليوم إنتاجها لا تساعدنا كثيرا في الإمساك بالطبيعة، لا تساعدنا كثيرا في فهم عالمنا الذي نعيش فيه. ولذلك نحن لا نتقدم في حقيقة الأمر إلا قليلا. أنا أفهم أن الفلسفة ضرورية لإجادة التفكير لتحسين فهمنا للعالم، لكن ذات الفهم، ذات فهم العالم، ذات فهم العالم له علمه. نحن نحتاج إلى الطب وإلى الفيزياء وإلى الهندسة وإلى الأدارة وإلى العلوم النظرية البحتة وما أشبه ذلك. هذه العلوم هي التي تساعدنا على فهم العالم، فهم الكون، فهم الطبيعة، والقبض على هذا العالم وتسخير هذا العالم. تسخير الكون، تسخير الطبيعة هو الذي نسميه بالتقدم. لا يمكننا أن نتقدم لو أصبح في بلدنا 100,000 شاعر، أو طبعت في بلدنا 1,000,000 رواية. لا أقول أن هذه لا تفيد، ولا أقول أن هذه غير ضرورية، ولكن من الخطأ في ظني، وقد أكون خاطئا، من الخطأ أن نقتصر على حصر فهمنا للثقافة أو تقديرنا للثقافة أو تقييمنا للعمل الذهني بشكل عام في إطار لا يشمل، دعني أقول لا يشمل، العلوم التي تمكننا من القبض على الطبيعة أو استخدامها أو تسخيرها. لا أظن أننا نتقدم. سيكون لدينا مجتمع بليغ في الكلام، مجتمع يعني مبدع في الجدل والنقاش، لكننا نحتاج إلى الطبيب ونحتاج إلى المهندس. لا نحتاج إلى المهندس كي يبني البيت، بل كي ينتج العلم. نحتاج إلى المجتمع الذي ينتج ما يحتاجه من العلم. لماذا لا نشارك العالم في هذه الحركة العلمية الهائلة؟ كلكم لديكم جوالات مثلا. إلى أي درجة نشارك في إنتاج التقنية التي نحملها؟ أو التقنية التي نستضيء بها؟ أو التقنية التي تحملنا إلى بيوتنا؟ أو التقنية التي تصنع الملابس التي نرتديها؟ خلاصة ما أريد الدعوة إليه هو احتساب هذه العلوم التي تساعدنا على تسخير الكون، تسخير الطبيعة واستخدامها والسيطرة عليها، احتسابها جزءا مما نسعى إليه باعتباره ثقافة. النقطة الأخيرة وآسف للإطالة. طيب، ليست نقطة ولكن أريد تكرار الشكر لأخي الأستاذ زكي حتى يخليني، وتكرار الشكر لأخي الدكتور حسن الذي أتحفنا هذه الليلة، لأخي الأستاذ جعفر ولكل الأخوة الذين تفضلوا بالحضور. أشكركم جميعا وأدعو الله لكم بالسداد والرشاد في المبدأ والمعاد، والسلام عليكم ورحمة الله.